مرحبا يا بنات، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بالف خير، وكل سنه وانتم سالمين، وكل عام وانتم بالف خير. ان شاء الله يا رب كل سنه تضلوا بالصحه والعافيه. قبل ما نبلش بالفيديو يا بنات، لا تنسوا تعملوا لي لايك وتسلم ايدين كل اشتريت الصبايا. الخفافه بس ارجع بورجيكم. يلا بدي اروح عند ماما، بدي اخذ معي الابيوات. هون جهزت كل الاغراض، حطيت الابيوات واللحمه والرز. رح اخذهم معي، هي بدها تلف يبره وانا رح احشي ابيوات، فاثنين بواحد. انا رح ساعدها في اللف اليبره وهي رح تساعدني بحشي الابيوات. تمام، يلا امشي، رح اخذكم معي. وهي يحيى هون عم بستناني البس. وين بدها تروح يحيى؟ وين نروح؟ امبارحه حممتهم ولبستهم اغراضهم، قلت البسهم هدول لانه لسه عنا برد. يلا هاي جايز، اليوم هاي جايز، هاي جايز. وين رايحين هلا؟ وين رايحين هلا؟ هاي جايز. يلا دي امشوا، يلا 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 يلا. ركض 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 ركض. مشت هي على الزغرة. على اساس بدي اروح عند ماما لحالي، بس ماما اجت على المول جنبي. بعدين اخذنا تاكسي ورحنا انا وياها لعندن. هلا بلشنا تفيل يبرق. ايه ماما، اول شيء امني على يبرقك، خليني اقعد الفه، بعدين انا الابيوات بالاخير. ايه انا اسحب على امي، على رواه ما ابغى امي احشي لي الابيوات وخليني لا اتيسر. قال لا بنتي، اول شيء اليبرق. يلا هلا حطينا بهار وملح وسمنه ولحمه، بعدين مشان هيك كنا اخذنا على الجو، ما كون ايدنا هيك يعني. سوري عزيزين، بدي اجي اكل منه، انا بدي اجي اكل منه. ماما كثرت لي اياه الي. ما يلا رح نحط الدهنه كمان. حكي حكي اختي حكي. ايوه يا سلام، اسهل شيء تبيت اليبرق تقريبا. البيوت نفسه بس الحمص، ما امي نفس الشيء بس الحمص. يلا طريقه سهله وسريعه. حطت لي اختي الصينيه وقال شو نقعد دور مدارات الصينيه. قلت لها لا، رح انا اوقف واحط احط اليبرق كلياته على الصينيه صفصفه. انا بحط يبرق وانتي صفي اللحمه ورق الرز واللحمه على الورقايات. وهون عبقلكم ختمت الصينيه كلها تتعبت. وهون ماما وقفت جنبي وصارت هي تدرج اللف، اللف انا وياها. والله ما طول معنا، يعني تقريبا كل صحن رزها، كل صحن رز نعبيه ساعه يطول معنا على هالطريقه اللي نحن نساويها. وماما هي تبرم مثلا، تلفها وتبرم الصينية وانا ارجع لح عبيلة والتانية تحط لها رز. هون ماما بعد ما امنت عليه وحشتها وطبقتها كلياتها، يلا نبلش بالقبيوات. هون القبيوات كمان صاروا جاهزين، هدول الخيطان مش اربط فيهم. القبيوات ما طولنا فيهم ابدا لاني كانوا كبار ونحشوا معنا بسرعة. اختي بركت كلها انحشتهم وتركتنا ياهن انا وماما نقعد نربطن. هو الكلام على القبيوات مو حشين، الكلام على تربيطن. وانا بحب انه ربطن كلياتن تربيطات صغار، مش قد ما حسنت انه اصغر القبيوات عشان تطلع منظرها طيب. وهون اختي عم بتحضرنا العشاء، وبما انه تاخرت انه روح على البيت فتعشيت عند اهلي. ان شاء الله يرزقن يا رب. هون اختي عملت لنا بطاطا عم تقلي لنا اياها، فرمتنا السلطه، هي عم بتجهز كل التجهيزات، يعني هو مثل سلطة أو فتوش. وعملتنا كمان شوربة الخضار كتير كانت طلعاني معها طيبة. قلت لها حطي شو ما بدك في قلبها، جزر، بطاطا، فليفلة، لحمة، شو ما بدك من عدا الكوسة. ما حبيت الكوسة بقلب الشوربة أنا. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين، فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله ويعطيك العافية يا أخيتي. كان الأكل كتير طيب، يسلم إيديكي، لأني هدول كلها تجهيزات أختي. مثل ما قلت لكم أنه أنا وماما كنا مشغولين بالقبيوات واليبرق، وهاد أنا آخر يوم رمضان قضيته عند أهلي. إن شاء الله يا رب نعاد علينا بالصحة وبالعافية. هيك كان أكلنا آخر يوم. مين بلاحظ إنه الواحد ما بعد بشتهي يطبخ شي ويعمل شي عقد ما منوع برمضان؟ إنه خلاص يعني خلاص السفرة كيف ما كانت منيحة، المهم الواحد ياكل ويعبي بطونه. وإن شاء الله صحة وألف هنا، والله يديم علينا نعمة ويديمنا بالصحة والعافية. وإذا لساتكم معي يا بنات، لا تنسوا تحطوا لي لايك. ويلا أضب القبيوات أنا وأروح على بيتي. القبيوات كلها حشيناهم وما ربطت ليهم، هلا رح أروح على البيت عبيناهم بسطولة، وهيك بكون خلصنا لليوم. وهذا اخوي اليوم حيلق يوم، خلي له الحلقه. برم 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 برم، ما شاء الله ما شاء الله.
طلعوا شهوة أخوي، طلعوا شهوة أخوي، تحسبوا إنه ما في شعر بس هو في شعر. يا عمري يا حمودة شو طلعان حلو بهالحلقة، عبال ما نحلق لك حلقة العرس يا روحي أنت، ويخلينا إياك يا رب. حاسة كل الدنيا برا، طلعوا البيت أبيض والله، بالله شو؟ إي والله ولادي قال ما يروحوا معي على البيت، شايفين اللي ضلوا هون؟ علي هيك أنا من عند موضة لايك سبسكرايب. هون قعدت استنى بابا مشان هو يوصلني على البيت، بس بابا نمله شوي، فاختي عملت لنا هيك قعده الله يرزقنا يا رب، حطت لنا هالفواكه وحطت وساوت هالارجيله وحطت لنا عصير وحطت لنا الجبس، كان كتير طيب. هلا العقابية خلص وقتها، حاجه تمعت انه اشتهي عليها كتير، والفريز والكيوي هلا اكثر شيء انه درجه موطه مثل ما بقولوا. وكانت قاعده مع اخواتي وخلي لي قلبهم، والله لا يحرمني منهم يا رب. ابن عطاك عيدية؟ البيان خالة؟ ايه يوم الله يرزقه. هلا رايحة على البيت يوصلني اخوي. يلا خوي حول. يلا يلا علي معه خمستين وابني يحيى معه عشرة، مفكر انه مع ابني اكتر. ابني نفس الشيء. يلا ما بدك تنتين؟ فكر الماء اكتر من هدول الخمستين. حفظ محله. وين وين خالد حط المصاري؟ فرجيني يا ميكينات خمس ميار. فرجيني فرجيني شلوك العشرات دي بلاها. فات انا بغدا. ايه هذا انا بفتحها. هو يفتح كذلك جهاز ابني. قولي يلا بتقولي يا لحظة لحالها انا قبل الساعة عطتكم فيها مصاري. طيب هلا شو سوي 15؟ انا هاتي 15 كمان. ندمت اختي على الساعة اللي عطتها فيها عيدية ليحيى، الله وكيلكم اخذ لها كل المصاري اللي بالتليفون. هون اخوي قاعد جنبي على الشباك، قاعدين انا وياه وبابا هو اللي عبسوه، خلي لي قلبه والله لا يحرمنا منه كمان، ويخلي لكم انتو ابوكم وامكم وكل اخواتكم، وكل عام وانتو بخير، وان شاء الله سنة الجاي اللي بعيدة عن اهلها انه تشوف اهلها عن قريب. وهيك بكون خلصنا بالفيديو، وصلنا لنهاية المقطع، وإن شاء الله يا رب يكون عجبكم. بس أول شي رح صوركم الخفافة قبل ما أنهي الفيديو. هي الخفافة اللي أخذتها، الصراحة أنا ما اشتريت شي غير خفافة لأني كان الوقت كتير ضيق، فإن شاء الله بعد العيد حابة أخذ جاكيت وشنطة جديدة. وإذا رح تسألوني إيش قد سعرها، سعرها 150، كان عاملين عليها تنزيلات، ويعني لقيتها إنه قد سعرها إنه ما غالية، عرفتوا؟ ولهون حبايب كون وصلنا لآخر الفيديو، بحبكن كتير والسلام.